والأصل في الإنسان إذا دارت أو حدثت مشكلة أن يبحث وأن يستمع، أن يعرف ما هو الحق في هذه الإشكالية، وأن يجعل العقل هو الذي يقوده. لا أسمح لفلان من الناس أو فلان من الناس أن يضحك علي، ويكون من أصول الوصول إلى الحق البحث، النظر. ما معنى النظر؟ طول الفكر في هذه المسألة والأدلة، حتى عند العوام يجب عليهم أن يكون هذا منهجا عندهم. لماذا؟ حتى يصلوا إلى الحق. وأما هذا الكلام الذي نسمعه من الناس، أخاف أن آتي إلى هذه المسألة فأضل، الله تبارك وتعالى وعد الذين صدقوا، الذين جاهدوا لله، أن يهديهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني الإنسان بينه وبين الله، شيعيا كان أو سلفيا وهابيا أو كان قرآنيا أو كان أيا كان، بينه وبين الله يقول: يا رب، أين هو الحق ومن هم أهل الحق؟ اهدني إليهم. الله سيهدي مهما كانت المشاكل أمامهم.